النقطة الأخرى مصادر الحصول على رجال البيع. أول نقطة فيهم أول مصدر هم البائعين اللي عند المنافسين، وده طبعا ما بيكونش إلا من خلال إن إحنا نديهم أجور أعلى من اللي بياخدوها عندهم، وبالتالي بيجونا. عيبه إنه ما بيكونش عندهم ولاء، يعني ممكن يسيبني زي ما سابه ويجي ويروح لحد تاني لو أغراه بمبلغ أكبر. المصدر التاني العملاء، لو لقيت توسمت في واحد منهم أو في بعضهم إنه عنده لباقة وعنده طريقة في الإقناع، ده ممكن. نفس الأمر بالنسبة للعاملين اللي في المنشأة بتاعتي اللي هي بتبيع بس مش بياع، ممكن أقول لحد منهم لو لقيت عنده الشروط متوفرة أقول له ما تيجي تشتغل بياع هيبقى أكثر مناسبة ليك. المصدر الرابع هو أقارب ومعارف البائعين، يعني لما أجيب واحد وأقول له عندك قريب أو معرفة يقدر يشتغل معانا بياع، وهو بياع عندي فعلا، فيجيب لي واحد منهم، ضمنت أولا إنه هيدربه مجانا، يبقى كده وفرت، وفي نفس الوقت أنا هذا الشخص بيضمنه قريبه اللي بيشتغل عندي أصلا، وبالتالي يبقى اتحقق ليا منفعتين من هذا المصدر. المصدر الخامس الاتصال بجهات التعليم والتدريب، يعني لو حد زي كلية التجارة كده شاف إن هي كلية بتخرج ناس على كفاءة، فممكن يحجزوا العشر الأوائل من قسم إدارة الأعمال اللي في أي سنة حتى قبل ما يمتحنوا البكالوريوس. المصدر الأخير من مصادر الحصول على رجال البيع الإعلان بوسائل النشر، وده المعتاد غالبا. نيجي بعد كده بقى لمشكلات تقييم أداء العاملين. أول مشكلة إن في أحيانا بيظهر منافسين أقوياء، ما بيكونش مسؤولية البياع، وممكن يكتسح السوق لأنه نازل بخطة كبيرة ويطلع على أساسها الأول في السوق. المشكلة التانية إن ساعات بتظهر قوانين تصدرها الدولة عشان حماية البيئة أو حماية البشر أو لأسباب صحية، أو قوانين دولية بتمنع إنتاج أو تداول بعض المنتجات. المشكلة الثالثة إن أحيانا بتبخل الشركة اللي بتبيع على إنها تصرف على الترويج المبيعات بتاعتها، وبالتالي البائعين ما بيبقاش لهم ذنب لما تقل المبيعات. المشكلة الرابعة أهداف بيع أحيانا بيبقى مبالغ فيها جدا، بتتحدد للبائع وطبعا مستحيل حد يحددها، إنما بيحددوها عشوائيا علشان يضمنوا أكبر حاجة ممكنة من المبيعات. المشكلة الأخرى إن أحيانا بعض الأمور الروتينية بتؤدي إلى مشاكل للبائعين، إن العملاء ما بيرضوش يتعاملوا معاهم لأن الشركة نفسها بتعمل روتين في البيع، في عملية البيع أو في عملية استلام البضاعة. المشكلة قبل الأخيرة إن البائعين أحيانا بيتخانقوا مع بعض على بعض العملاء الكبار في المناطق، وبالتالي بيسيء هذا إلى شكل الشركة أو الصورة الذهنية للناس عن هذه الشركة. السبب المشكلة الأخيرة هي وجود كساد عام بالسوق، يعني حصل اضطرابات أو حصل أي زلازل أو أي براكين أو كده، دي في هذه الحالة السوق كله بيقف، والبياعين طبعا في هذه الحالة مش مسؤولين عن هذا اللي حصل. نقطة أخرى، معايير متابعة أداء البائعين. ممكن نتابع أداء البائعين ونحكم على إنهم يستمروا أو لأ من خلال النسبة المئوية من المبيعات الكلية للمنشأة، هو بيساهم بكم فيها، كم في المية من مبيعات المنشأة البائع بيساهم فيها، كم في المية من أرباح المنشأة الكلية. طبعا الأرباح غير رقم المبيعات، ليه؟ لأن البائع ممكن يبيع سلع سهلة وما تكونش مربحة،
فبالتالي مبيعاته كتيرة لكن أرباحه قليلة. أيضا المقابلات المنتجة لازم نبقى حاسبينها نسبة مئوية، يعني معنى ذلك إن المقابلات اللي عملها، لو عمل 100 مقابلة مثلا، المفروض إن نعرف منه هو كم مقابلة تم على أساسها البيع، لأن أحيانا بيبقى المقابلات كتير لكن مش منتجة، يعني ما بتجيبش مبيعات، تضيع وقت وتضيع تكلفة. المعيار الرابع هو نسبة مئوية من مبيعات منطقة البائع، يعني كل منطقة فيها أكثر من بائع، وبالتالي هذه النسبة ممكن تكون دالة على درجة مهارة البائع. النقطة الأخيرة في معايير متابعة أداء البائعين هو سلوك البائع مع الزملاء والعملاء، فممكن نسأل العملاء أو الزملاء عن طريقة سلوكه معهم، يعرفونا إيه اللي بيحصل. النقطة الأخرى التسعير على أساس الطلب، بمعنى إحنا هندرس فيه التمييز السعري. ما معنى التمييز السعري؟ إن بيع المنتجات بسعرين مختلفين في بعض الأحوال ده بيتم. الأحوال دي 4 أحوال، إما على أساس المستهلك يعني قدرته على الدفع والتفاوض، حسب ما نشوف هو قادر على التفاوض ولا لأ بنحدد السعر. الطريقة التانية على أساس المكان، فالأماكن اللي الناس اللي في أماكن معينة بتلقوا الخدمة في أماكن معينة بيكون ممكن نزود عليهم السعر شوية، زي مثلا ولو واحد في المسرح قاعد في الصالة، في صالة المسرح، أو واحد في السينما قاعد في البلكون، ده بيزيد شوية عن زملائه اللي بيتفرجوا على نفس المسرحية أو الفيلم، لأنها أكثر ميزة وأقرب إلى الممثلين أو أكثر فائدة بالنسبة لهم. في طريقة تمييز ثالثة هي على أساس المنتجات، لو وجود ميزة ظاهرية مثل لون السيارة، يعني مثلا أنا رايح أشتري عربية بموديل معين من ماركة معينة لكن أنا مصر على اللون الأحمر أو الأبيض، مع إن الألوان ملهاش تأثير على كفاءة السيارة أو جودتها، ولكن لما البائع بيلاقيني متمسك بهذا الشيء الشكلي فبيضطر إن هو يرفع السعر شوية. في آخر شكل من أشكال التمييز السعري على أساس الزمني، زي مثلا بعض المنتجات الخضار والفاكهة لما بتكون في غير موسمها بزود سعرها، أو لما يكون خدمة التليفون بعد الظهر يعني كده في وقت راحة الناس لغاية بالليل قبل الساعة 12 بنزود سعر المكالمة علشان بيبقى فيه رش أور عليها. شيء آخر عايزين نقوله، سياسات التسعير. سياسات التسعير احنا عندنا التسعير في هناخد منهم 3 سياسات، التسعير الموحد هو البيع بنفس السعر في ظروف الزمان والمكان والكمية، البيع بنفس السعر. مزايا هذا التسعير الموحد ان كله زي بعضه، السرعة في الانجاز، انجاز البيع يعني، حسن العلاقة مع العميل، لكن يعيبه ان ما فيهوش مرونة، يعني كل واحد بغض النظر عن تكلفة التوصيل الى العميل، وبعدين ما بيراعوش الظروف المتغيرة للعملاء، في واحد بيكون بعيد عن المكان ازاي ياخد سلعة، زي واحد مجاور لسور المصنع اللي بينتج السلعة، ورد فعل بقى العميل كمان لا يراعى. في عندنا السعر الواحد غير السعر الموحد، السعر الواحد ده بيبيع السلعة بنفس السعر لكل العملاء رغم اختلاف الزمان والمكان والكمية. أبسط مثال لكده هو العيش اللي في الأفران الحكومية اللي بيكون كله ب5 قروش بغض النظر عن المكان أو المسافة اللي بيقطعها الفرن لغاية ما يوصل العيش لغاية صاحبه. تالت وآخر سياسة تسعيرية السعر المتغير،
ده بالتفاوض مع العميل. المزايا بتاعته انه مرن، وعيوبه انه ما فيهوش عداله، يعني حسب التفاوض وقدرته على التفاوض، وبالتالي اللي ما بيعرفش يتفاوض بيدفع اكتر. ده فيما يختص بسياسات التسعير. في بقى تنشيط المبيعات، ده موضوع يهم. يعني ايه تنشيط مبيعات؟ يعني بيع غير شخصي، يعني مفهوم بيع غير شخصي لتنشيط المبيعات بشكل قصير الأجل، وبيكون بيتم داخل المتاجر تحت سقف المتجر. مقارنة بقى، نقدر نقارن تنشيط المبيعات بالإعلان. ممكن، ويجب إن احنا نبقى عارفين هذه المقارنة. الإعلان بيدفع بالعميل لشراء السلعة، بيدفع بالعميل لشراء السلعة، لكن تنشيط المبيعات بيدفع بالسلعة للعميل. الإعلان بيصل لأي مكان، لكن تنشيط المبيعات بيكون تحت سقف المتجر زي ما قلنا. الإعلان النتائج بتظهر في الأجل الطويل، بينما تنشيط المبيعات نتائجه في الأجل القصير، في نفس اليوم، في نفس الساعة. الإعلان يخاطب أكبر عدد من الناس، بينما تنشيط المبيعات عدد محدود. الإعلان وسائله غالباً المستخدمة فيها ملك وكالة الإعلان اللي هو الغير، يعني مش ملك المتجر، بينما وسائل تنشيط المبيعات بتبقى غالباً ملك المتجر. الإعلان ما نقدرش نستغنى عنه، لكن تنشيط المبيعات يمكن الاستغناء عنه. في عندنا بقى، لو حبينا خطوات الحملات الإعلانية، احنا عندنا 7 خطوات لإجراء حملة إعلانية. أولهم على الإطلاق هو تحديد الجمهور المستهدف، يعني خصائصه الديموغرافية وخصائص المكان اللي ساكن فيه والدخل والحالة المالية إلى آخره. تاني خطوة تحديد أهداف الحملة، وأهداف الحملة دي بتتم كميا أو زمنيا أو الاتنين. وبتكون بعد كده الخطوة الثالثة تحديد المخصصات. ده بيتم تحديد المخصص ده بيكون في ضوء الأهداف اللي اتحددت في رقم 2 للحملة. رقم 4 الرسالة الرئيسية اللي بنسميها احنا نقاط البيع، نقاط البيع اللي بيعتمد عليها المنشأة في انها تبيع او تميز نفسها عن المنشآت الاخرى. الخطوة 5 تحديد وسائل النشر، يعني النشر الوسائل بتاعته تبقى ايه، مقروءة مسموعة ولا في الوقت المناسب، وتكرارها قد ايه. الخطوة 6 تنفيذ الحملة الإعلانية، دي بيشارك فيها كل إدارات المنشأة تقريبا، وخاصة إدارات البحوث، بحوث التسويق والبيع والتسويق، وكالة الإعلان والمالية طبعا. 7 تقييم، 7 وآخر خطوة تقييم فاعلية الحملة، بإن احنا نجري بحوث تسويقية ونستقصي قبل وبعد الحملة ونحلل النتائج. ده فيما يختص بالخطوات. طرق أخيرا، طرق تحديد مخصصات الحملة، تبقى إما نسبة من مبيعات العام الماضي أو نسبة من المبيعات المتوقعة. المبيعات العام الماضي دي بتكون فعلية، أما المبيعات المتوقعة بتكون تقديرية، وبالتالي الأصدق هي العام الماضي. في بقى طريقة ثالثة، مبلغ محدد حسب المركز التنافسي، يعني إن أنا قيمتي في السوق إيه، أو أنا الأول ولا الأخير ولا إيه في السوق، وبالتالي بحدد المبلغ حسب مركزي في السوق. مبلغ حسب احتياجات المنشأة، دي الطريقة الرابعة، بيبقى مبلغ حسب احتياجات المنشأة، يعني أنا عايز أنهض وأبقى الأول يبقى لازم أدفع كتير، لا أنا عايز أستمر في السوق زي ما أنا يبقى مبلغ معتاد. طرق تحديد مخصصات الحملة بقى، مبلغ حسب أهداف المنشأة، لو أنا كنت عايز أغير الاستراتيجيات بتاعتي وأشتغل في حاجة تانية، ده
فيما يختص، لازم تحدد أهداف جديدة وبالتالي ندفع فيها مخصصات تناسب، أو نسبة محددة من العائد المستهدف على رأس المال. بمعنى إن أنا لو عامل للحملة حوالي 10-12 مليون جنيه لازم أجيبهم في خلال 3 سنين، يبقى لابد أن المبيعات بتاعتي والأرباح بتاعتي توصل ل 36 مليون مقابل ال 12 مليون اللي أنا دفعتهم في الحملة الإعلانية، عشان يصير إن المستثمر في المال 300%. آخر طريقة إن إحنا نعمل خليط من الطرق السابقة في الإعلان عن المنتجات بتاعة الشركة. شكرا جزيلا.